الواد ابنك ابن الحيوان ده عكس ماما. دي احنا برضه عايزين بالصلاة. اخفى عليك خسع، ما عندكش نظر، دي الأنظار انت كلها ياما اتكلمت في شرفي. بس كفايه بقى، انا مش قادر استحمل، لنزل اقطعك انت واولادك. ايه مش هعرف احمي بيتي ولا ايه؟ انا شايف يابا ان البرمجه دي ممكن وانت على البحر. يابا ارحمنا، ده احنا بنتعلق اكتر ما بنستحمل. مش امبارح طلبت مني يا سيدي؟ هو الدم ايه، خلاص هرب؟ ما بقاش عندك ولا نقطه؟ ايه في ايه اللي حصل؟ اللي حصل يا عيني يا اختي، ده انت حاطه ضميرك مات، مش مخليكي حاسه انت عملتي ايه. يا بنت ما تنطقي في ايه؟ في ايه؟ هان عليكي يا امينه، هان عليكي تاذي حنان بنت عمتك؟ بقول لك ايه، ماما اللي طلبت مني اعمل كده، ولا عايزاني اقول للحكومه لا؟ لا ما تقوليش للحكومه لا، تقولي للحكومه حاضر، عشان ده الادب. تأذي بنت عمتك المتربية معاكي من وانتي صغيرة، الواكلة معاكي عيش وملح، وتقولي حاضر علشان ده الأدب، مش كده؟ يعني عايزة تقولي لي إن ماما لو كانت طلبت منك تعملي كده، كنت هتقدري تقولي لها لأ؟ طبعا كنت هقول لها لأ، وما قولهاش لأ ليه يعني؟ كانت هتعملي إيه؟ ما أنا ناسية إن انتي تدلوعة اللي ماما بتخاف على زعلها، لأحسن تمثلي لها وتقولي لها الحقيني يا ماما دايخة. تصدقي يا بنت أمينة، أنتي بنت ما عندكيش ريحة الدم؟ مش كفايه انك اذيتي حنان، انت كمان بتتريقي على عيا اختك؟ يا شيخه بقى روحي انت كمان، وانت عامله زي الاتوبيس المكيف ابو 2 جنيه كده. يا بنت افهمي، لو كنت بنت حنان جرى لها حاجه من القرص اللي انت حطيته لها ده، كنتش هتعيشي ازاي بقى بعدها؟ تعيش؟ قولي لها كنا هنلاقيكي مرميه في انهي سجن؟ ولا واخده حكم بالاعدام امتى؟ انتوا هتعملوا عليا كوبانيه انتوا الجوز ولا ايه؟ كل واحده تخليها في حالها بدل لما ماما تيجي خليها تشوف شغلها معاكم. يا سلام، ليه ان شاء الله كنتي قفشينا بنعمل ايه؟ بقول لك ايه حلوه، اللي بيته من ازاز ما يحدفش الناس بالطول. ده معناه ان شاء الله؟ معناه ان احنا هنقول لماما على سهرك وسرمحتك طول الليل والسجاير. هي بقت كده؟ ماشي خلاص. قومي 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 كده، غيري هدومك والبسي عشان ننزل نشقر على بنت عمتك. يا عمت قادر ده تدخلكوا، دي لو طالت تولع فيكوا هتعملها. صدقي يا بت انت طلعتي منها هتعمل هتبقى زي الفل. ماشي يا اختي. ولا حليمو امورنا يا باشا. ما امورش عليك عدو. الله، انت مش ملاحظ اللي بيحصل لنا الايام دي؟ قصدك ايه ولا مؤاخذه؟ الصنف وما بانش في السوق، ولا عرفنا مين اللي عمل فينا المقلب ده اللي ما يسمى. الله، بينا مضروبين هلا في كل حاجه، الديق مضروبين فيه، حتى الفرن قاعدين نغني فيه ظلموه. على راي المثل قال احنا اتنين والهم والشر جالنا منين. والله ما انا عارف اقول لك ايه يا معلمه، انا خلاص بصمت بالعشر ان في خاين في وسطينا. شكت في حد معين ولا ايه؟ انا مش عارفه، قلبي كده مش مستريح للواد اللي اسمه شحت. تاني يا معلمه، تاني وتالت وعاش. ما اظنش ان شكك ده في محله، الولا شحت مخلص لينا وبالجامد. ما انت ابيض يا ورد، مش صايع زي ما هي الضربه ما تجيلكش الا من اقرب الناس ليك، انت في زمن اللي تسلم عليه تعد صوابعك الخمسه بعديها. طب ما تنورينا يا معلمه. انا خلاص فكرت في خطه، هشوف بعديها اذا كنت انا على صح. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا. ازيك يا عمتو؟ الحمد لله. احنا كنا جايين هنا وكريمة عشان كنا عايزين نطمن على حنان. يعني يا حبايبي جايين تطمنوا عليها؟ جايين تشمتوا فيها؟ لا يا حبيبتي لا، ده على رأي المثل تقتلوا القتيل وتمشوا في جنازته. والله يا عمتو انا ماليه دعوه باللي حصل ده، ولا كنت اعرف عنه اي حاجه. ليه كده يا عمتو؟ والله يا عمتو دي حنان، دي اختنا ولا يمكن نأذيها ابدا. يعني جايز انتوا ما عندكوش فكر، بس اللي انا متاكده منه بقى ان كيداهم وامينه هما اللي طبخينها سوا. احنا ما عندناش فكره عن الموضوع ده خالص بصراحه يا عمته، وما نعرفش حضرتك بتتكلمي عن ايه. وبعدين انا ما اعتقدش ان ماما ممكن تعمل حاجه زي كده. يعني حلو، هيكون مين سايبها مع امينه؟ قالت لي هزوقها يا عمته، طلعت بيها فوق. حسبي الله ونعم الوكيل، البت يا كبدي مش هي، ما عرفتهاش والله، وعامله لها مكياج. يا ساتر يا رب، عفريت يا طنط. ممكن يكون حد من الجامعه حب يهزر معاها. يعني مين يا بنتي؟ كل زمايلها في الجامعه بيحبوها. والله يا عمته احنا كمان بنحبها وبنحبك انت كمان قوي، ونازلين علشان نطمن عليها. قولي لنا بقى، هي صاحيه دلوقتي ولا نايمه؟ عشان لو نايمه ننزل لها وقت تاني. هي صاحيه ومش صاحيه، كل ما ادخل عليها الاقيها مسهمه وبصه في السقف. حنان، حنان فوقي يا بنتي.
ولاد خالك جايين يطمنوا عليكي. حنان انتي كويسة حبيبتي؟ يا رب تكوني بخير. جون جون هنجيب جون. هو مين ده يا اختي اللي هيجيب جون؟ شيكابالا شيكابالا هيجيب جون وهناخد الدوري. ربنا معاكم. انا بنتي طول عمرها اهلاوية وعماله تقول يا بوتريكا يا بوتريكا اللي جرالها وقلبت كده على الزمالك. ليه يا طنط ماله الزمالك؟ ما الزمالك زي الفل من ساعه ما جه حسام حسن والزمالك اتشقلب مش بعيد ياخد الدوري. خلينا في موضوعنا. حبيبه قلبي فوق يا بنتي وردي عليا. ماما. نعم يا روح قلب ماما. انا خايفه عليه قوي يا ماما. هو مين ده يا بنتي اللي خايفه عليه؟ مهند يا ماما. خايفه يقفشوه. خايفه يقفشوه مع سمر يا ماما. البيت ده كان عاشق الممنوع.